سنتكلم الآن عن حال المسلم مع القرآن. ما هي أهم سورة في القرآن؟ ما هي؟ سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن المسلم لابد يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة، إذا لم يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة، الصلاة باطلة. إمام فيدي سورة لمغومغا nuko muislamu agomba kuyimenya nukubera ko umuislamu agomba kuyisoma mu iswara ze zose uramutse utayisomye iswara na bibiri labud an taqra alfatiha qira'a sahiha ni ngombwa gusoma suratu alfatiha uburyo bwiza neza fa anta ta'ti ila alimam ta'ti ila mudarris alquran wa tusahhih qira'at alfatiha alayhi ni ngombwa ko wegera imamu cyangwa ukegera umwarimu ari we wese ukamusomera sura al-Fatiha akagukosora ku buryo isoma neza tahfaz hadhihi as-sura lakin ala qira'a sahiha mbega ugasoma igisomo cyiza cyagiye sura neza تبحث عن تفسير مختصر لسورة الفاتحة حتى تفهم معاني الفاتحة لا تقرأ شيء وأنت لا تعرفه وكشاك بسوا الربجيزة جورش بيتشيري لت لا سورة الفاتحة وكبسوا مكملين نوسو بيجتوم فنعوبا لكن لا تبحث عن تفسير مطول ابحث عن تفسير مختصر نو بابا بشاك نمرة تفسير دين زي في تبسوا الربجيزة شاك نمرة تفسير يبسوا الربجيزة إنني كنت لما بيجي بسوا الربجيزة سورة الفاتحة بعد الفاتحة تبحث عن قصار السور مثل آية الكرسي سورة الإخلاص الفلق الناس يوم هذا كم سورة الفاتحة في سومنيزا وكرتشزاو ذا سورة غوفيا غوفيا آية الكرسي سورة الإخلاص قل هو الله قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب سورة غوفيا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إيه زوم إذا قل أعوذ برب الفلق إن قل أعوذ برب الناس وكذا سومنازو كل يوم لابد يكون لك قراءة في القرآن وفي تفسير القرآن. إذا سورة قبل كذا سماها بقول القرآن، كم وسبر إذا تفسير إذا القرآن. شيئا فشيئا حتى تحفظ القرآن. بورو بورو كذا سورة القرآن يصير فشيء.